أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول إعدادي، أهلا وسهلا بيكم مع آخر نصوص ترم الأولاني، والنص بعنوان الحب عطاء للشاعر صالح هواري. بيقول: ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أظهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء. نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء، للطير نعمر أعشاشا ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا نشعل شمعا، نعطي فالحب عطاء. كلي سندا كلي عونا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. طبعا الأبيات اللي قدامنا دي بتقول لنا إن الحب عطاء. هنفسر مع بعض كده كلمة كلمة النص. ما أجمل، وده أسلوب تعجب طبعا، ما أجمل أن نحيا يعني نعيش سعداء، يعني ما أجمل أن نعيش حياتنا في سعادة. لا حقد يسود يعني لا كراهية تسود، ولا بغضاء، لا ينتشر بنا حقد ولا كراهية. أظهار الحب تظللنا يعني تغطينا أظهار الحب، في دنيا تغمرها يعني تملأها الأنداء الكرم والجود، طبعا مفردها الندى. نتقاسم يعني نتشارك خبز محبتنا، ونشد يعني نقوي أو نعين على أيدي الضعفاء، طبعا الضعفاء مضادها الأقوياء. للطير نعمر أعشاشا يعني نبني أعشاشا للطيور، ونرد يعني نطرد عن الكون الظلمة. نزرع وردا يعني نزرع الورود، نشعل شمعا نشعل الشموع، نعطي فالحب عطاء. طبعا بيطلب من صديقه: كلي سندا يعني كلي عونا معينا، كلي عونا كلي مساعدا، لا تحلو الدنيا، هذه الدنيا لا تحلو، دون إخاء يعني دون محبة وأخوة. هنتكلم على مواطن الجمال. طبعا قلنا ما أجمل، ده أسلوب تعجب. أظهار الحب تعبير جميل بيصور الحب بالظهور. كمان عندنا نتقاسم خبز محبتنا، تعبير جميل يصور المحبة بالخبز الذي يؤكل. كمان عندنا في دنيا تغمرها الأنداء، طبعا احنا عارفين اللي بيغمر المياه، يبقى إذن هنا الشاعر تعبير جميل بيصور الأنداء بما تغمر الكون. للطير نعمر أعشاشا، برضو ده أسلوب قصر، المفروض نعمره أعشاشا للطير، أسلوب قصر عن طريق تقديم الجار والمجرور، يفيد التوكيد والتخصيص. نرد عن الكون الظلماء، تعبير جميل يصور الظلمة بشيء مادي نرد أو ندفعه. نزرع وردا نشعل شمعا، نعطي فالحب عطاء، ده اسمه إيقاع موسيقي بين الجملتين. كل سندا كل عونا، الاثنين دول أساليب أمر غرضه الحث والنصر والإرشاد، وبرضو أساليب قصر، المفروض كن سندا لي كن عونا لي، أساليب قصر تفيد التوكيد والتخصيص. طبعا الشاعر هنا بيدعو إلى نبذ الحقد والبغضاء، وإلى ضرورة التمسك بالحب والتعاون ومساعدة الضعفاء بالحب والعطاء، حتى يصبح الكون منيرا، وبالتعاون تحلو الدنيا وبالإخاء تحلو الدنيا. شكرا ليكم، وإن شاء الله أقابلكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. كان معكم مستر أحمد عبد الرازق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.